عقب ما كتبنا الميثود الحين نحتاج نشيكه في المين، فعلشان نشيكه بنضيف سطر بعد زيادة اللي هو to string، فبنكتب هنا temp.poly اللي هو الاري، بنستخدم to string اللي موجود في الاري list الأصلية بس عشان نشوف القيم. تمام، هنا سويت داتا حق ال P1 و P2، نبي نشوف هل بيجمعهم او لا. علشان اطبع اشوف الميثود، فبخلي بدون system.out، بنادي باستخدام ال P1، بقول له P1.add وبخلي هنا P2. الحين مفترض إذا شغلت البرنامج بيجمع لي العشرة ويا الثلاثين والعشرين ويا الأربعين وكذي. نسينا نخلي system dot out، المفترض نخلي system dot out. تمام، مثل ما تشوفون 30 ويا 10 40، 20 ويا 40 60، 50 30 وكذي يعني. هالشكل اللي طالع لنا مو الشكل اللي يبغي الاسايمنت، فخلنا نروح نسوي تو سترينج ونشوف الشكل شلون صاير. لو تشوفون وياي يبغينا نطبعه بطريقة الاكس ويكون فوق الاس وكذي يعني، فخلنا نسوي تو سترينج عشان نضبط الاوتبوت ونشوف شلون بيصير. نرجع حق الكومبايلر، خلنا نمسح الكود لانه اضافي. هالميثود مالنا بيكون تو سترينج. نبتدي اول شيء بنسوي لنا فيريبل سترينج، نقول لها سترينج str equal، بنخلي له براكت، خلي يكون شكله كذي هاي كبداية. اذا لاحظنا الشكل قال لنا بيكون اول شيء معكوس، شوفوا هني الاكس تربيع بيكون من 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 اكبر اس بيبتدي. تمام، اكس تربيع بيكون عليه رقم الاس، وهني الاكس اللي هي مفترض اندكس 1 بيكون هني ما في يعني بس اكس، واما اندكس 0 بيكون بدون اكس. تمام، حتى روان هني في المثال قال ريتيرن يعني هالميثود 2x، هاي علامة الباور 2 بلس 2x 2.1x بلس 0.5. تمام، فخلنا نحلل الرسمة. لاحظون هني بدايتنا من صفر، فمفترض يطبع لنا من آخر شيء من أربعة لأنه بيكون أكبر إندكس، فبيكون شكله بهالطريقة. مثل ما نشوف مفترض يكون بهالطريقة، نبتدي من آخر شيء أكبر شيء وكل إكس نخلي له الأس، مفترض يعني بيكون بهالطريقة. ولكن إحنا لأننا نتعامل ويا كمبيوتر وما نبغي بالضبط يطلع بهالشكل، فالسؤال طلب منا ان نخلي علامة الباور يكون مكان الفسمة، وهاي العلامة تحصلونها في شيفت ويا رقم 6. تمام، فمفترض يطلع لنا البولينوميل بهالطريقة في التو سترينج، يطلع لنا بهالطريقة ان اللي اس ماله واحد بس اكس، الصفر ما يطلع لإكس، واثنين وثلاث وإلى شو اسمه يطلع لنا الأس ماله بالعلامة الباور، ويبتدي اللوب من آخر شيء. شلون بنخلي اللوب يبتدي من آخر شيء؟ خلينا نشوف، خلينا نرجع حق الكومبايلر. خب طبعا بنحتاج فور، أول شيء خلينا نسوي الفور بعدين بنحط الإفات. قلنا من آخر شيء، فبنقول له integer i equal get
degree minus 1 لأن get degree تقريبا نفس السايز. فمثلا خلنا نشوف مثلا لو سألتكم كم السايز هني بتقولون لي 5 تمام، ولكن هل عندنا اندكس 5؟ ما عندنا اندكس 5، فمن كذي بنقصره 1 عشان نبتدي من 4 تمام. زين فالحين مدامنا قلبنا اللوب فكل شيء من قلب، فبيكون i اكبر من او يساوي صفر، هاي اخر شيء، هاي اخر اندكس. بعدين بنقول له i ماينس ماينس. لاحظوا هني لازم ماينس ماينس لانه نبي يقل من 4 يصير 3 و2 وكذي، اذا خليته بلس بلس بصير انفينيت لوب تمام، لانه بنكتب كذا شيء في الاف فنحتاج نخلي بريسي، خلينا نحط كوما هني 4. فكذي قلبنا اللوب حاليا. الطباعه شلون بتكون؟ باخذ اس الفاريبل اس تي ار، بقول له str بضيف عليه، شلون بضيف عليه؟ بقول له plus equal، وبعدين بقول له بستخدم ال get الميثود اللي كان عندنا get coefficient، فبنقول له get coefficient هني بنخلي ال i لانه قاعد نمشي بالمعكوس، زائد الحين بنسوي تعديلات. لو نرجع حق الرسمة شلون نبغي نخليه؟ نبغي نخلي x وعلامة الباور وبعدين الاندكس ومسافة وزائد، هاي كامل بنخليه تمام. فأول شيء بنحط x، خلنا نحط x capital عشان يكون شكله أضبط، بعدين الباور، عقب الباور بنخلي ال i تمام اللي هو الاندكس، بعدين اخر شيء بنعطي مسافة وزائد، ضبط ويانا شو اسمه، ضبط ويانا شكل الهاي. فعقب ما نخلص اللوب بنقول له هني str equal، على فكرة هني بعد plus equal لأنه بنضيف عليه، بنصك القوس semicolon. خلنا نشغل هني وبراويكم شلون بنعدل عليه. الحين شنو بنسوي؟ بنخلي هالميثود، ما نحتاج نسوي شيء بس نخلي هالميثود، لان هالميثود شنو يرجع؟ يرجع اوبجكت، فاقدر بس اخليه في system.out بيطبع لي التو سترينج، او تقدرون تخلون بعد هني تو سترينج بعد. اوكي انا ما بخليه، هني نسينا نحط ال str، خلي ال variable هني تشوفوا مثل الحين قاعد يطبع من ورا من اخر شيء تمام. لو نرجع حق الميثود مالنا القبلي ونخلي له هني system.out، نقول له temp dot poly dot toString ونشغل البرنامج عشان نشوف الاثنين. شوف هني هاي اول شيء، هاي index 0 وهاي الثاني 1 وثالث 1، ولكن لان قلبنا اللوب ابتدى من اخر شيء زين. بعدين اللي قبله وكذي الى اخر واحد تمام، فيعني ان شغلنا مضبوط، بس باقي علينا نضبط الواحد هني ونشيل الصفر هني والزائد. شلون بنقدر نسوي كذي؟ اعتقد انتوا اوريدي عندكم الفكره ان بنستخدم اف تمام. نرجع حق الكود مالنا، فشنو نقول له؟ نقول له اذا اف i not equal 0 oops i not equal 0 هاي، بعدين بنقول له else if،
خلنا نربطهم أحسن، لازم يكونوا مربوطين. فهمت كيف؟ نخلي else if، نقول له i equal equal 1، تمام؟ شنو بيصير؟ بنسوي copy حق نفس السطر، فشنو بس اللي بيتغير؟ بيتغير ما في i، زين؟ فبنشيل هاي كامل لأنه ما في i، بيكون كذي، تمام؟ بس بيكون كذي. وبعدين بنخلي، نقدر نخلي else، ولكن خلنا نجرب، خلنا نحط else أول شيء، إذا ضبط أوكي، ما ضبط بنحط else if. بيقول له else بعد نفس الشيء copy، ما في لا زائد ولا شيء، هاي كامل بنشيله، بس بنحط الميثود للجيت مال كوفيشنت، زين؟ ونشغل البرنامج نشوف، تمام؟ مثل ما تشوفون. ولكن هني الواحد واحد طبع لي فيحتاج تضويض، خلنا نشوف في الواحد طبع لي. شوفوا هني، هني في الواحد طبع لي، تمام؟ ليش طبع لي؟ بقول لكم السبب، لانه الكونديشن اللي انا خليته هني i not equal 0 وبس، الواحد not equal 0، تمام؟ فشنو لازم اخلي هني؟ بخلي and i not equal 1، تمام؟ الحين بيطبع لي بدون الواحد مثل ما شفتوا، تمام؟ فالحين سوينا تو سترينج، هالتو سترينج خلاص خلصنا منه، وغير ذي انه بنقدر نشوف الاشياء اللي بنسويها اوتبوت وكذي، تمام؟ فنرجع حق السؤال، عندي الحين 9، قال لي class static method add having two parameter p1 and p2 of type polynomial to add two polynomial expressions and return the result as an object. بالضبط نفس الميثود اللي قبل، الفرق الوحيد انه هاي static وبياخذ الاثنين object وبيجمعهم، اما ذاك اللي فوق كان ياخذ شنو؟ يعني نسوي له call بالobject بعدين نضيف object واحد، زين؟ فمدام بالضبط نفس الشيء، فشنو بنسوي؟ بنسوي copy حق الميثود اللي فوق ونحطه تحت ونشوف شنو اللي مفترض نعدل فيه، تمام؟ هالميثود بنسوي كوبي، زين؟ خلينا نشيل الريتيرن اللي تحت. شوفوا هني وين عطاني الايرور؟ عطاني الايرور عند وين؟ عند جيت ديجري، زين؟ جيت كوفيشنت. ليش؟ لانه يقول انه اوكي هاي قاعد تنادي بدون اوبجكت. فعلشان نحل المشكله بناخذ p1، نقول له p1 دوت، كل الأماكن اللي ما فيها object بنخليه له P1، وكذي بينتهي المشكلة، لأنه بالضبط نفس الفكرة، فما احتاجنا أن نعدل فيها شيء، بس مجرد أن تعرفون شلون تستخدمون static، لأن static بيكون بدون calling object. باقي علينا الحين نجربه في المين، تمام؟ نروح حق المين، الميثود مالنا داخل system.out.print، من مكان كان p1.add، الحين شنو بيصير؟ ال p1 بنخليها في القوس، بنخليها هنا فاصلة. خب طبعا بنادي بشنو؟ باسم الكلاس، لانها static، تمام؟ بيكون الميثود بهالطريقة. بنشغل البرنامج مثل ما شفتوا نفس النتيجة، ممكن يخربطكم، خلى بس شوي نغير في القيم، خلي هنا 20 عشان بس تشوفون الفرق، تمام؟ هاي 40 صارت لان 20 20، ف هاي نسبة حق الستاتيك اد. خلصنا هالميثود، خلينا نروح حق السؤال اللي عقبه.
هالسؤال 10 قال لي nested method is equal that accept a parameter p2 of type polynomial. The method will return true if the p2 is equal to this object. قصده يعني بالميثود اللي سويناه له call. Else it will return false. Two polynomials are equal if the both have the same degree and they contain the same value of the coefficients. تمام؟ إنه يكونوا نفس ال value ويكونوا نفس ال degree. شلون بيسوي هالميثود؟ خلينا نروح على الكومبايلر. هاي الميثود الحين is equal. خلينا object p2. قال لي أول شيء شنو أشيك؟ الطول هل هو نفس الشيء أو لا؟ تمام؟ طول ال p2 والميثود اللي بسوي منه call. فبقول له if هني لأن قاعد أستخدم بالكول مو static أقدر أخلي direct الميثود get degrees. زين؟ لأن ذلين رقم فبخلي equal 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 p2 get degree. تمام؟ إذا مثلا يخربطكم هال get degree تقدرون تخلوه هني this على راحتكم، تقدرون تخلونه أو تشيلون كل واحد. فإذا في حالة إنه يساوي أوكي، فإحنا شنو بنخلي هني؟ بنخلي not equal. إذا في حالة not equal شنو مفترض؟ return false direct. أوكي. بعدين نحتاج شنو؟ نشيك كل element في الاري مالنا هل يتشابه ولا لا. خب مثل ما تعرفون بيكون نفس الاندكس اثنيناتهم، فبنقول له for integer سواء بدينا من اخر شيء او اول شيء ما بيفرق على راحتكم. i less than هني خليته degree this get degree او p2 كله واحد، يعني p2 dot get degree لأن شلنا احتمالية ان مو متشابهين في الطول. فخلى انا بكتب get degree او بخلي this عشان التنويع، this dot get degree بعدين يقول i plus plus. تمام. الحين شنو نحتاج نخلي؟ خلينا نشوف هني نسينا نخلي 0. اوكي احنا مفترض نخلي اف في حالة انه متشابهين يسوي لنا شغلة. فشنو بنقول له؟ بنقول له get، خلينا نكتب this dot get coefficient i equal this dot هالمرة مو this، هالمرة بنقول له p2 dot get coefficient ونخلي هني i علشان يقارن. تقدرون تسوون كذا طريقة بالبوليان او بالهاي، ولكن انا بختار counter فبخلي هني integer count خليه يساوي 0 وكل مرة يحصل يعني زيادة يحصل متشابهين يعد. تمام. فبقول له هني count plus plus كذي خلصنا الميثود مالنا. نقدر هني نخلي true إذا وصل هالمرحلة، ولكن هاي الطريقة مو practical كلش. فأفضل شيء نحط له condition. شنو بيقوله؟ بيقوله count نخليه تشيك count equal equal شنو؟ سواء خليت p2 ولا this كلا واحد. فخلنا نقول p2 مثلا p2 get degrees لازم يكون نفس الشيء. إذا نفس الشيء مفترض يعطيني true، إذا مو نفس الشيء يعني false. فخلنا نجرب هالميثود الحين. بروح حق ال system.out بنقول له p1 هاي اللي بالنادي منه is equal ونخلي هني p2 ونشيك. مفترض يعطيني فولس لانه مثل ما تشوفون مختلف
أعطاني فولس، فخلنا نغيرهم الحين. هني 30 10، أوكي خلنا نحط هني 10 10 20 30، أوكي. ونشيك مفترض الحين أعطاني ترو، تمام أعطاني ترو، يعني الميثود مالي شغال. شيكت بالكونديشن، خلا بزيد رقم أعطاني فولس لأن الطول اختلف، تمام. فخلنا الحين نشغل كل الميثودات ورا بعض، نشوف شلون نشغلهم. بنبتدي من أول شيء، مثل ما تشوفون قال لي إن أسوي لي كلاس ثاني أسميه polynomial application have only main method create a object of polynomial use the different constructor and call method of the polynomial to test all the functionalities of the class. تمام؟ فأنا أنتوا تقدرون تغيرون الاسم، ولكن أنا بخلي الاسم ديمو. بنغير أول شيء الكونستراكتر ماله. شلون؟ بنستخدم ثاني كونستراكتر اللي استخدمناه هاي، بسوي لي اري فوق واقول له دبل، وبخلي القيم ذلين 10 20 30 50، تمام. بشيل ذلين، وهني بخلي الري، بعدين بخلي الري دوت لينث. هاي اول فانكشناليتي شيكناه اللي هو الاري، هاي الكونستراكتر. بعدين خلينا نطبع اللينث مال كل واحد فيهم، نقول سيستم دوت اوت او الديجري، سماه ديجري، بنقول بي 1 ديجري، نقول بي 1 دوت جيت ديجري. وهني بعد نفس الشيء، بي 2 بيكون هني، فهني بعد بنخلي بي 2. هني شيكنا length، الايكوال اوريدي موجودة. بعدين خلينا نشيك، خلينا نشيك الكوفيشنز، جيت كوفيشنز. هني مثل ما تشوفون اد تيرم اوريدي جربناها من البداية عشان نخلي قيام ونقدر نشوف. بيقول سيستم دوت اوت، وخلينا نسويها حق بي 2 علشان نشوف. مثلا هاي بيكون 0 1 2، فخلينا نشوف في 2 شنو عندنا. بنقول له system dot out p2 dot get coefficient، بنخلي هني 2، تمام. خلينا نشغل مثل ما تشوفون، اوكي شغال. بنخلي هني بعد كتابة عشان يكون واضح، get the كوف، ما يحتاج يعني نكتبه كامل، at تمام. فكذا بنخلي كتابة بيكون واضح ان شنو هو 30، او نسينا يساوي. الحين كلش واضح. بعدين ابديت اللي هو نفس الست، فخلنا نسوي ابديت. انا من رأيي نسوي الابديت عقب الايكوال، وبنسويها بعد
بنسوي ايكوال ثاني عقب الابديت، فنقول system dot out p1 dot update. خلينا نقول بنغير في index 1 اول شيء coefficients، اوكي بنخليه هني مثلا 150، خلينا نحط رقم عود عشان يبان ان غيرنا. اوكي ها ما نقدر نخلي في السيستم دوت اوت لان هاي نوعية void، ف شو اسمه، فبنسوي لك get مرة ثانية. خلي بعد نعدل هني get get coefficient at p2 هني لان p2، فهني بنخلي P1 تمام، والديجري خلينا نقول 1 وهني بيكون 1 مفترض تغير. مثل ما شفتوا ديجري 1 لا هاي P2، اوكي ما غيرنا هني P2. شوي نحط سبيسات ف يكون كذي مثل ما تشوفون 150. بعدين خلينا مرة ثانية نجرب الايكوال. مفترض في الايكوال نكتب ان هني ايكوال از ايكوال على صيغة سؤال، وتقدرون اختصار حتى بس تكتبون يعني is equal علامة السؤال وش اسمه كذي. فبهالطريقة نقدر نشوف إذا is equal or not. فمثل ما تشوفون إذا شغلت is equal قبل كان true عقب صار false تمام. فنشوف الحين أي method نبي نستخدمه. فبنستخدم الحين evaluate عندنا، هاي بيكون الناتج النهائي تمام. فمفترض تشيكونه بالكالكوليتر وبالهاي بالش اسمه بالكومبايلر، فخلنا نحطه فوق. نقول system dot out نقول evaluate evaluate مثلا خلينا نقول 5 to the polynomial. بعدين بنادي الميثود نقول له مثلا حق p1 dot evaluate وبنخلي 5. خلينا احنا فوق شوفوا هاي 7110. المفترض الاحسن عشان الفكرة تكون واضحة ان تسوون له تطبعون شو اسمه البي 1 عشان الواحد يشوف، بعدين يشوف الايفالويت ماله في رقم 5 شلون. فبنقول له بي 1 دوت تو سترينج تمام، فهني بيشوف الاري، بعدين بتشوف الايفالويت ماله بيكون وايد اوضح. انتو بعد عندكم حريه ازيد ان شنو، ان مثلا خلينا نقول تبغون ان مثلا تقسمون الاسطر تقدرون يا تخلون سيستم دوت اوت برنت فاضيه او تسوون بهالطريقه ان تقولون له باك ان وتخلون مثلا اسطر كذي، فشنو بينزله سطر وبيحط الهاي. انا ما بسوي هالشيء ولكن تخلون بهالطريقة.
ولا تنسوا الزائد هني. فإذا شغلتوه بيكون في نوع الخط بيوضح حق القراءة، بيكون وايد أرتب. ما أنصحكم تسوون بهالطريقة، كل سكشن كل كودين كل ذي كل اثنين حطوا هاي الجسمة. زين، فهاي نسبة حق الهاي. باقي علينا الاد، بنسوي الاد. خلنا نسوي نفس الحركة او نسويها كوبي، ومرة واحدة تسوونها بعدين كلها كوبي تخلونها هني عشان ما يطلع وايد معقد وش اسمه. ف بنخلي هني شنو اد P1 and P2، تمام. ف بنخلي هني بعد لازم يساوي، ونقول هني P1 dot add، وهنا نخلي P2. خب دايركت، لأن object بيطبع لي شنو؟ بيطبع لي two string، بتشوفون النتيجة دايركت، تمام. بعدين بسوي كوبي حق هاي وبنزله تحت. بنستخدم هالمرة الستاتيك اد، ستاتيك اد خلينا نسميه، انتو سموه اللي بتشوفونه، بس حطوا كلمة ستاتيك عشان التوضيح. نبي تخلون اسم الكلاس، بعدين اد، وتخلون هنا p1 فاصلة p2، تمام. خلى علشان التوضيح بعد نسوي كوبي حق هاي، تمام. بنشغل مثل ما تشوفون الاد طبع لي، وبالضبط نفس الشيء، لان المثلين نفس الشيء، ولكن الفرق بينهم ان ستاتيك وعادي. اعتقد كذي احنا خلصنا الاسايمنت وسوينا الران وكل شيء. فنشوفكم في فيديوهات ثانية.